الكل بيفكر انه بالاردن في اله واحد والكل بعبده، لكن في الحقيقه فهذا الكلام خاطئ تماما، لانه بالاردن في الهين اثنين معبودين. الاله الاول هو الله معروف، بينما الاله الثاني فهو صدام حسين. يعني مثلا لو كنت بالاردن وقاعد بغرفه فيها 10 اشخاص وبعدين اسات لصدام حسين، 15 واحد رح يدقوا فيك. كيف صاروا 15 مع انه عددهم 10؟ ما حدا بيعرف. ولو كنت بنفس الغرفة مع نفس 10 اشخاص وبعدين اسأت لله، صدقني ما في حدا رح يهتم. اللهم اذا كان شيخ معك فرح يقول لك هذا فسق وفجور يا بني. بتفكروني بمزح صح؟ طيب جرب روح الاردن وسيء لصدام حسين، قسما لا تصير شيش طاووق خلال اقل من ثانية. فصدام حسين بالاردن اله، حرفيا اله. حتى على السيارات الأردنيين ما بتلاقي أدعية وآيات وكلمة الله، لا، بس بتلاقي صور صدام حسين فقط. وحتى بعيد الأضحى الأردنيين ما بضحوا لله، لا على الإطلاق، الكل بضحي لصدام حسين ومن أجل صدام حسين ولروح صدام حسين.